بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال الحديث في تقرير الأصل الأول من الأصول الثلاثة، وهو معرفة العبد ربه، وسيأتي ما يتعلق بالثاني والثالث. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله، ثم قال: وهو معبودي. وهو معبودي، إذن وصفه بكونه معبودا، بمعنى أن العبد قد توجه إليه بأنواع من العبادة، فاقتضى ذلك أن يذكر المصنف رحمه الله تعالى شيئا من أنواع العبادة. لما ذكر الرب بأنه هو المعبود، ذكر رحمه الله تعالى بعضا من أنواع العبادة، فقال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها. إذن وجه المناسبة بين ذكر هذه الأنواع مع قوله والرب هو المعبود، أن المعبود لن يكون معبودا إلا إذا توجه إليه العبد بأنواع من العبادة، وإلا إذا لم يتوجه كيف جعل الله تعالى معبودا؟ انتفى هذا الوصف من أصله. ويمكن يستدل بهذا الدليل على أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان، كما هو إجماع السلف على ذلك، المسائل المحل إن شاء الله تعالى. وأنواع العبادة أي أمثلة وأصناف العبادة، والإضافة هنا لامية، التي أمر الله بها، عبادة التي يخضع ويتذلل لله تعالى بها أمر الله بها، إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب، لأن العبادة لا تخرج عن هذين النوعين، إما واجبة وإما مستحبة. لا يتعبد لله تعالى إلا بما أوجبه أو استحبه، ومع ذلك فلا يسمى عبادة، لا يسمى عبادة. إذا العبادة محصورة في النوعين. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يدل على أن من تعبد لله تعالى بما سوى الواجب والمستحب فهو مردود على صاحبه. وبهذا نشير إلى أن ما قرره أهل الأصول من كون المباح قد ينقلب عبادة، وقد ذكر ذلك عن بعض السلف فأوهم أن المراد به أن المباح بذاته ينقلب عبادة، فليس الأمر كذلك، بل المراد به ماذا؟ أنه يثاب على النية، والنية أوسع العبادات البتة، قد ينوي بنيته ما لا يستطيع فعله البتة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، سواء عمل أو لم يعمل. حينئذ إذا نام محتسبا الأجر عند الله تعالى ليقويه النوم على طاعة الله تعالى من قيام ونحوه، لا نقول بأن النوم قد انقلب فصار النوم عبادة، لا، وإنما يثاب على هذه النية. وأما النوم فهو مباح في أصله. إذن أحتسب قومتي ونومتي، ليس المراد أن النوم يكون عبادة بذاته وأن القيام يكون عبادة بذاته، بل المراد النية الحسنة عند فعل المباحات. وأما المباح هو كاسمه مباح، لا يجوز أن يعتقد أنه عبادة. وإذا كان كذلك، لو جعل عبادة لانتقضت القاعدة المضطردة المجمع عليها عند أهل السنة والجماعة، وهي أن العبادات توقيفية. ما معنى توقيفية؟ بمعنى أنها موقوفة على السمع، الكتاب والسنة، ولم يأتي الأمر بالنوم ولا الأكل ولا الشرب ولا نحو ذلك من سائر المباحات، فدل ذلك على أن المباح يبقى مباحا، والنية إنما هي التي تعبد لله تعالى بها لورود النصوص في ذلك. إذن أنواع العبادة التي أمر الله بها، يعني العبادات تكون مأمورا بها، إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب، فهو محصور في هذين النوعين. وقرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في غير مسألة المباح، قرر أن العبادة محصورة في الإيجاب فيما أوجبه الله تعالى واستحبه، في غير موضع من كتبه رحمه الله تعالى. التي أمر الله بها مثل الإسلام، وذلك مثل الإسلام، أعني لا إشكال فيه، مثل نحو، مثل الإسلام والإيمان والإحسان. ذكر المصنفون هذه الثلاثة وهي مراتب، ذكرها من أنواع العبادات، وهي سيأتي ذكرها في مراتب الدين مرة أخرى. وهذه الثلاث المراتب للدين على ضوء حديث جبريل سيأتي في آخر الأصول الثلاثة. وفي الحقيقة هي ليست قسيمة للذبح والنذر ونحو ذلك، يعني الإسلام ليس قسيما للخوف والرجاء والتوكل، وكذلك الإيمان والإحسان، وإنما أراد المصنف رحمه الله تعالى
أن يذكر أصول العبادات، ما من عبادة إلا وهي ترجع إلى واحد من هذه المراتب الثلاثة. إذ الإيمان إذا اجتمع مع الإسلام فالإيمان الأعمال الباطنة، والإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإحسان هو كمال الظاهر وكمال الباطن. إحسان هو كمال الظاهر وكمال الباطن. حينئذ كل عبادة تذكر سواء كانت قولية أو عملية بالجوارح أو كانت قلبية فمردها إلى واحد من هذه المراتب الثلاث لا تخرج عنها البتة، إما إلى الإيمان وإما إلى الإسلام، وهذا عند الاجتماع كما في حديث جبريل. حينئذ إذا جمع بينهما المرء كما جمعه جبريل في السؤال وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم، ففرق عليه الصلاة والسلام بين الإسلام والإيمان، فجعل الإيمان مسماه الأعمال الباطنة وجعل الإسلام مسماه الأعمال الظاهرة. وأما إذا افترقا حينئذ دخل الإسلام في الإيمان ودخل الإيمان في الإسلام بإجماع السلف، بمعنى أن الإسلام يشمل الأعمال الباطنة والظاهرة والإيمان يشمل الأعمال الباطنة والظاهرة، وهذا محل إجماع كما ذكرنا. مثل الإسلام والإيمان والإحسان. إذن ذكر المصنف هذه الأنواع الثلاث وهي مراتب، هي ليست أنواع للعبادات، وإنما مرد العبادات التي سيذكرها رحمه الله تعالى، وقد ذكر هنا 14 نوعا مردها إما إلى الإسلام إذا كانت عملا ظاهرا، وإما مردها إلى الإيمان إذا كانت عملا باطنا، وإما إذا كانت كمالا كالرهبة مثلا والخشية هي كمال الخوف، فإذا كانت كمالا فمردها إلى الإحسان. إذا الإحسان المراد به كمال الإخلاص وكمال المتابعة، كمال الظاهر وكمال المتابعة. مثل الإسلام والإيمان والإحسان. قال رحمه الله تعالى ومنه الضمير هنا يعود إلى الأنواع باعتبار ماذا؟ باعتبار المذكور، وإلا لو الأنواع جمع والجمع مؤنث، كل جمع مؤنث. إذن الأصل يقول منها، لكن هنا على تأويل المذكور ومنه، أي من هذا المذكور من أنواع العبادات الدعاء إلى آخره. إذن منه الضمير يعود إلى الأنواع، أي ومن الأنواع التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أنواع العبادة الدعاء والخوف إلى آخره. ومن هنا للتبعيض، لأنه لم يقصد المصنف الاستيعاب، إنما أراد ذكر أمثلة فقط. فذكر المصنف هنا 14 نوعا من أنواع العبادات ولم يقصد الاستيعاب، فلذلك العبادة جنس تحتها أنواع. ثم مثل المصنف هنا للعبادات القلبية أو أكثر ما ذكره رحمه الله تعالى، والعبادات القولية والعبادات الفعلية، فأراد بالتمثيل وتنويع الدلالة على شمول العبادة لجميع محالها، لأن محل العبادة إما القلب وإما اللسان وإما الجوارح والأركان. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال الباطنة والظاهرة، والظاهرة والباطنة. حينئذ أين محل العبادة؟ أين تظهر؟ بمعنى بماذا يتعبد العبد ربه؟ بماذا يعبد ربه؟ بقلبه، إذن له عبادات. بلسانه، إذن له عبادات. بجوارحه، إذن له عبادات. إذن ثلاثة أركان، ثلاثة محال، كل محل من هذه الأنواع الثلاثة يتعلق به أحكام الشرع التكليفية خمسة: إجاب والندب والإباحة والكراهة والتحريم. فعمل القلب أو اعتقاد القلب له خمسة أحكام: إما إجاب وإما ندب وإما تحريم وإما كراهة وإما إباحة. واللسان كذلك تعلق به الأحكام الشرعية التكليفية خمسة: إما قول واجب وإما قول مستحب أو محرم أو مكروه واختلف في المباح فنفاه ابن القيم رحمه الله تعالى. وكذلك أعمال الجوارح تتعلق بها الأحكام الخمسة: منها ما هو واجب، منها ما هو مندوب، منها ما هو محرم، منها ما هو مكروه، منها ما هو مباح. حينئذ ثلاثة في خمسة 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. يعني يجب على العبد أن يعرف الواجبات القلبية، ما الذي يجب على قلبه أن يعتقده نحو ذلك، وكذلك المستحبات، وما يحرم على القلب كالحسد ونحو ذلك، وما يكره وما يباح له، كذلك القول باللسان، وكذلك عمل الجوارح، تمييز بعضها عن بعض بما حكم الله تعالى في بعضها بأنه واجب وفي بعضها بأنه مستحب، إنما مرده إلى الشرع.
ولذلك ذكر رحمه الله تعالى فيما ينبه على واجبات القلوب، قال رحمه الله تعالى: واجبات القلوب أعظم من واجبات الجوارح. كان الناس الآن قد يهتمون بما وجب على جوارحهم دون النظر فيما وجب على قلوبهم، والواجب الاهتمام بالنوعين، لكن الذي يكون أشد اهتماما هو واجبات القلب. قال رحمه الله تعالى: محرمات القلوب أعظم من محرمات الظاهر، يعني ما يكون على الجوارح. هذا يدل على أن ما يتعلق بالقلب أعظم من جهة الإيجاب ومن جهة التحريم، يتعين العلم بهما إيجابا وتحريما. قال: ومنه الدعاء. منه أي من المذكور الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادات، عددها أولا ثم بعد ذلك سيذكرها على جهة التفصيل من جهة إقامة الدليل عليها من كونها عبادة. ثم تأتي القاعدة العامة وهي: من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله تعالى فقد وقع في الشرك الأكبر. قوله: ومنه الدعاء، عرفنا أن الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى أنواع العبادة، إلى الأنواع. هذا يقتضي أن الدعاء أخص من العبادة، ومعلوم أن الدعاء هو العبادة، فكيف حينئذ يكون الدعاء أخص من العبادة؟ الجواب أن المراد بالعبادة هنا بالمعنى المصدري الذي هو الذل والخضوع، الذل والخضوع، والدعاء بمعنى المسألة والطلب، والعبادة حينئذ تكون أعم منه، يعني أراد الدعاء بمعنى المسألة. معلوم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. المصنف هنا عنى الأول، لماذا؟ لأنه جعله فردا من أفراد العبادة، ومعلوم أن السؤال والطلب هذا فرد من أفراد العبادة، فدل على أنه أراد الدعاء هنا بالمعنى الأخص، لا بالمعنى المرادف للعبادة، وإلا الدعاء هو العبادة. ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادات. وغير ذلك هذا يدل على أنه لم يقصد الاستعانة، هو كذلك. وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، أمر بها أمر إيجاب أو استحباب، كالصبر وبر الوالدين وصلة الأرحام والجهاد في سبيل ونحو ذلك، كل ذلك يعتبر من أنواع العبادات التي أمر الله تعالى بها، كلها لله. يعني رتب لك أولا معرفة بعض أنواع العبادات وأحال إلى ما لم يذكره، ثم بين القاعدة العامة، قال: كلها لله، كلها مستحقة لله جل وعلا، فلا يصرف منها شيء لغيره جل وعلا. فكل أنواع العبادة مما ذكره المصنف ومما لم يذكره رحمه الله تعالى فهو لله جل وعلا، كلها لله تعالى، فلا يحل صرفها لغير الله جل وعلا. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والدليل على وجوب صرفها لله، كلها لله، قلنا اللام هنا للاستحقاق، كلها لله، اللام هنا للاستحقاق، وعرفنا أن الاستحقاق فيه معنى الإفراد الإثبات والنفي، الاستحقاق فيه معنى الإثبات والنفي، يعني لا يكون الرب مستحقا للعبادة إلا إذا أثبتنا العبادة له ونفيناها عما سواه، هذا معنى الاستحقاق، لا يكون مستحقا إلا بهذا المعنى. إذن الدليل على وجوب صرفها لله تعالى وأنها لا تكون إلا له جل وعلا قوله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله، عرفنا المراد هنا المساجد إما جمع مسجد معنى أعضاء السجود، أو المراد بها بيوت الله تعالى، وكلاهما معنى صحيح، وكلاهما معنى صحيح، لأن السجود عبادة لله تعالى، فإذا كان صرفه لغير الله تعالى شركا فغيره كذلك مثله، لأن الأحكام هذه معللة، إذا ثبت كون الشيء عبادة حينئذ كل عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، وصرفها لغير الله تعالى يكون ماذا؟ شركا أكبر. وبينا فيما سبق أن التوحيد معلل وأن الشرك معلل كذلك، والحكم يتبع علته وجودا وعدما. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله، ثم قال: فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني لا تعبدوا
مع الله أحدا. فالدعاء هنا بمعنى العبادة، فدل ذلك على أنه لا يجوز صرف العبادة لغير الله تعالى أبدا. ولذلك قال أحدا أو نكرة في سياق النهي، حينئذ يعم. وقول لا تدعو هذا فيه ماذا؟ فيه عموم في الدعاء، وفي الآية كذلك عموم في المدعو الدعاء وإن قل، لأنه نكرة في سياق النهي حينئذ يعم وإن قل الدعاء وإن قلت العبادة. ولذلك نقول من صرف شيئا من العبادة، لا نقول من العبادة فحسب، شيئا وإن قل. دليله أن تدعو هذا نكرة في سياق النهي، حينئذ نكون من صيغ العموم. إذن فيه عموم من حيث الدعاء وفيه عموم من حيث المدعو، وأشار إلى الثاني بقوله أحدا. قال رحمه الله تعالى فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. فمن صرف يعني من توجه، من توجه يعني، هذا ذكر العبادات أولا ثم ذكر الحكمة. فمن صرف، الفاء هذه للتفريع، فاء للتفريع، ومن هذه شرطية فتعم أيا كان ذلك الصارف. من صرف من أيا كان ذلك الشخص، حينئذ يشمل ماذا؟ يشمل العالم ويشمل الجاهل، كل منهما أي واحد صرف أي توجه منها من أنواع العبادة شيئا ولو قل. وعرفنا وجه الاستدلال شيئا ولو قل من قوله تدعو، لأنه نكرة في سياق النهي فيعم، حينئذ وإن قل الدعاء لغير الله قال فهو مشرك كافر. إذن حكمه أنه مشرك كافر ولا يعذر بالجهل فيها البتة. قوله فهو مشرك كافر جمع بين الوصفين بين الشرك والكفر، إذ كل مشرك كافر وكل كافر مشرك على الصحيح، وثم من فرق بينهما، والصواب أن كل مشرك كافر وكل كافر مشرك. وإن كان استعمال الشرعي في من صرف العبادة لغير الله جل وعلا إطلاق الشرك أكثر منه من غيره، وإطلاق الكفر فيما هو كفر وخروج من الملة فيما هو دون صرف العبادة لغير الله تعالى أكثر، لكن النتيجة هي أن المشرك هو الكافر والكافر هو المشرك. هذا هو الصواب، مشرك لأنه أشرك مع الله غيرهم، وكافر لأنه جحد، هنا فيه جحد، جحد حق الله تعالى. كل من أشرك بالله تعالى فقد جحد حقه، إذن وجد فيه ماذا؟ وجد فيه معنى الكفر. إذ بعضهم يعبر أو يفسر الكفر بأنه الجحود، نقول كذلك في الشرك فيه جحود، وهو أنه جحد حق الباري جل وعلا، إذ لو لم يجحد لما صرف العبادة لغير الله تعالى. وما عبر بأنه كفر وليس بشرك نقول لا، هو قد اتبع هواه، ودل النص على أن كل من اتبع هواه فقد جعله ماذا؟ إلها، وهذا هو حقيقة الشرك. إذن كل مشرك كافر وكل مشرك كل كافر مشرك، ولا فرق بينهما على الصواب. إذن مشرك لأنه أشرك مع الله غيره، كافر لأنه جحد حقا لله تعالى فصرفه لغيره. قال والدليل قوله تعالى، دليل على ماذا؟ هو أراد أن يبين لك الآن قاعدة، أراد أن يبين لك قاعدة، القاعدة هنا في إثبات العبادات التفصيل، تفصيل بمعنى أنه لا تثبت عبادة عينية نوعا ما إلا بدليل من كتاب أو سنة. ثم ولذلك سيأتي أنه يذكر لكل نوع من الأنواع السابقة، الخوف له دليله، والرجاء له دليله، والرغبة والرهبة كل لها دليله الخاص. فلا يثبت الشيء بكونه قولا أو فعلا أو تركا أنه عبادة إلا بدليل خاص. ثم تأتي القاعدة العامة، وهي أن هذه العبادة التي ثبتت بدليل خاص أن صرفها لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر، لأننا لا نحتاج إلى كل عبادة أن يأتي دليل خاص فيقال أن صرفه لغير الله تعالى شرك أكبر. لا، الشرع أصول عامة، قواعد عامة، ولذلك هو صالح لكل زمان ومكان. إذا بين العبادات في موضع بأدلتها الخاصة جاء الدليل العام، فلا تدعوا مع الله أحدا، حينئذ كل من دعا مع الله أحدا بأن خاف غير الله، استغاث بغير الله على الوجه الخاص الآتي، استعان بغير الله، لجأ إلى غير الله، رغب إلى غير الله، رهب من غير الله، كل ذلك يعتبر داخلا في الشرك. لا نحتاج إلى دليل خاص في إثبات أن هذه العبادة على جهة الخصوص تحتاج إلى دليل يدل على أن صرفها لغير الله تعالى شرك أكبر. إذن قوله والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر،
هذا دليل على أن من دعا مع الله غيره فهو مشرك كافر. قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. هذا بدء من المصنف أو شروع من المصنف في ذكر الأدلة. قال ومنه الدعاء. ومنه الدعاء، ما الدليل على أن صرف الدعاء لغير الله تعالى شرك؟ جاء نص خاص في ذلك، حينئذ يكون مسندا إلى النص العام فيجتمع فيه نصان. ومن يدعو مع الله إلها آخر، إلها آخر يدعو يعبد، دعاء بمعنى العبادة، من يدعو أن يعبد مع الله إلها آخر. وإذا قيل الدعاء في قول المصنف فيما سبق المراد به السؤال والطلب، حينئذ نقول هذا من الاستدلال بالأعم على الأخص، وهو جائز كما مر بيانه. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، برهان هو اللغة فهو الحجة والدليل بل هو أقواها، وهذا يعتبر في لسان العرب. وقول لا برهان له به هذا كقول فيما سبق ربكم الذي خلقكم، يعني صفة كاشفة، ليس عندنا إله له برهان، ليس عندنا إله له برهان، وإلا لو كان كذلك لجعلنا الصفة هنا مؤسسة لكاشفة، والحق أنها كاشفة يعني ليست للاحتراز، بحيث يبين أن كل من دعي مع الله مع الله تعالى فهو إله لكن بدون برهان، لكنه لا برهان له. فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، إنه هذا نتيجة الحساب، حسابه عند ربه سيحاسبه الله تعالى. إنه لا يفلح الكافرون، هذا نفي الفلاح، ونفي الفلاح في الشرع كما قال الشيخ الأمير رحمه الله تعالى في الأضواء بالاستقراء عند قوله ولا يفلح الساحر حيث أتى، استدل بهذه الآية على أن الساحر كافر، وكذلك كل ساحر كافر ليس فيه تفصيل. لا يفلح الساحر حيث أتى، فالساحر كافر، استدل بذلك بكون نفي الفلاح لا يرد في الشرع إلا مع الكفر، إلا مع الكفر، لأن الفلاح إذا نفي حينئذ نفي لأصله، إنه لا يفلح، يفلح قلنا هذا فعل مضارع فيه مصدر، حينئذ أصل الفلاح وإن قل فهو منفي، فدل ذلك على ماذا؟ على أنه لم يبقى فيه خير البتة، وهذا شأن الكافر وليس شأن المسلم، فدل على كفره. إنه لا يفلح الكافرون، سماهم كافرين لدعائهم مع الله. ها؟ الآية يعني؟ الآية عنده مكتوبة. لا، إنه لا يفلح الكافرون. هذا غلط عندكم. طيب. ما المستعان. إنه لا يفلح الكافرون، لا يفلح الكافرون. أراد المصنف هنا أن يذكر أن المشرك كافر، أن المشرك كافر، لأن قوله من يدعو مع الله إلها آخر، دعوة عبدي مع الله إلها آخر، هذا هو حقيقة الشرك. بس كذلك قال إنه لا يفلح الكافرون، إذا سماه ماذا؟ سماه كافرا. ثم قال رحمه الله تعالى وفي الحديث، وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، دعاء مخ العبادة، مخ العبادة يعني لب الشيء وخلاصته وما يقوم به، يعني مخ الشيء خالصه. والحديث أخرجه الترمذي من حديث أنس قال فيه وهو حديث غريب ضعفه بعض أهل العلم، وأخرج أحمد والترمذي وداود من حديث النعمان بن بشير النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، هذا أصح، دعاء هو العبادة، والدعاء مخ العبادة معناه صحيح، لكن من حيث السند فيه شيء من الضعف. الدعاء هو العبادة، هو العبادة، حينئذ فسره النبي صلى الله عليه وسلم بكونه عبادة. والدليل قوله تعالى كذلك قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي حقيرين ذليلين صاغرين. فهنا سمى ماذا؟ سمى الدعاء عبادة، وقال ربكم ادعوني، هذا أمر بالدعاء، فدل على أنه ماذا؟ على أنه عبادة. عرفنا فيما سبق بأن العبادة إنما تثبت بأمر من جهة الشرع، إما على جهة الإيجاب وإما على جهة الاستحباب،
وعرفنا في بيان حقيقة العبادة أنها اسم جامع لما يحبه الله تعالى ويرضاه إلى آخره. حينئذ إذا أمر الله تعالى بالشيء دل على أنه عبادة، وإذا أثنى عليه دل على أنه عبادة، وإذا بين أنه يحبه ويرضاه دل على أنه عبادة، وإذا أثنى على أهله دل على أنه عبادة، وإذا رتب الثواب عليه في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا دل على أنه عبادة، وإذا رتب العقاب على تركه دل على أنه عبادة. إذن العبادة لها طرق في إثباتها، ليس الأمر فحسب، إنما هي ما ذكرنا. قال هنا: قال ربكم ادعوني أستجب لكم. ادعوني هذا أمر، الأمر يقتضي الوجوب، فدل على أن الدعاء مأمور به فهو عبادة. ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. والأصل أن يقال عن دعائي، لكنه عدل عنه لفائدتي، وهي ماذا؟ أن الدعاء هو العبادة، فسمى الدعاء عبادة. إذن يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي، سيدخلون جهنم داخرين. ووجه الدلالة أن الله سمى الدعاء عبادة فأمر بالدعاء ووعد به بالإجابة. إذن ذكر حديثا وذكر آية في أن الدعاء هو العبادة. حينئذ الدعاء هو العبادة بهذا المعنى السابق. فإذا صرف العبد الدعاء لغير الله تعالى بأن دعا غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، حينئذ نقول قد وقع في الشرك الأكبر، في الشرك الأكبر. ودعاء غير الله تعالى الحكم فيه باعتبار المدعو، باعتبار المدعو كالشان فيه في الاستغاثة. فإن دعاه وهو ميت، حينئذ الدعاء مطلقا فيما يقدر عليه وما لا يقدر عليه يكون شركا أكبر. وأما التفصيل فيما يقدر وما لا يقدر هذا في شأن الحي الحاضر، الحي الحاضر، حينئذ التقابل بين الميت والحي. فكل من دعا ميتا سواء كان فيما يقدر عليه أو فيما لا يقدر عليه، حينئذ نقول هذا قد وقع في الشرك الأكبر. وأما الحي حينئذ يقال إن كان غائبا حينئذ حكمه حكم الميت، بمعنى أنه إن دعاه فيما يقدر وما لا يقدر فهو شرك أكبر. وأما الحي الحاضر فيأتي فيه التفصيل، إن كان دعاه يعني سأله فيما يقدر عليه هذا لا إشكال فيه، لكنه يكون سببا ولا يعتمد عليه، وإلا فهو شرك أكبر على هذا التفصيل. لذلك قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فمن دعا غير الله عز وجل بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر، سواء كان المدعو حيا أو ميتا. ومن دعا حيا بما يقدر عليه مثل أن يقول يا فلان أطعمني يا فلان اسقني فلا شيء فيه، ومن دعا ميتا أو غائبا لمثل هذا فإنه مشرك. لو جاء إلى الميت أو الغائب غير الحاضر فقال يا فلان اسقني ماء، فلو كان ميتا لو كان حيا لقدر، لكن لما كان ميتا امتنع السؤال مطلقا حتى ولو كان فيما يقدر عليه، لأنه ما توجه إليه بالسؤال إلا وهو قد اعتقد فيه ماذا؟ السر وتصرف في الكون ونحو ذلك. ولذلك قال رحمه الله: ومن دعا ميتا أو غائبا بمثل هذا فإنه مشرك، لأن الميت أو الغائب لا يمكن أن يقوم بمثل هذا، فدعاؤه إياه يدل على أنه يعتقد أن له تصرفا في الكون فيكون بذلك مشركا. إذن دعاء غير الله تعالى يعتبر فيه ماذا؟ تفصيلا للمذكور، لا يستثنى إلا حالة واحدة، وهي الحي الحاضر فيما يقدر عليه، وما عداه الميت مطلقا والغائب مطلقا، حينئذ دعاؤهم يعتبر من الشرك الأكبر. قال رحمه الله تعالى: ودليل الخوف، قوله تعالى دليل الخوف، هذه العبادة الثانية، وهو عبادة قلبية، بل من أجل العبادات، بل هي شرط في صحة الإيمان، شرط في صحة الإيمان. الدليل على كون الخوف عبادة هو أراد الآن أن يثبت ماذا؟ أن يثبت أن كل ما ذكره من الأنواع السابقة أن الشرع قد جاء بها. لابد أن نثبت أولا على جهة الخصوص أنها عبادات، ثم بعد ذلك نأتي للقاعدة العامة، وهي أن من صرف هذه العبادة لغير الله تعالى فهو مشرك كافر. قال: ودليل الخوف يعني أنه عبادة مما يتعبد العبد بها ربه، قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوهم هذا نهي فهو للتحريم، فلا تخافوهم نهي عن الخوف من أولياء الشيطان، ثم قال وخافوني أمر بالخوف منهم.
وإذا أمر الله تعالى بشيء ما دل على أنه ماذا؟ على أنه واجب، سواء كان واجبا دل على أنه مأمور به، سواء كان الأمر به أمر إيجاب أو أمر استحباب، لكنه في كل منهما يدل على أنه محبوب مرضي عنده، محبوب لديه مرضي عنده، إذ المستحب محبوب ومرضي عند الله تعالى، وكذلك الواجب. إذن وخافوني أمر بالخوف فدل على أنه عبادة، الأمر هنا للوجوب لأنه لا أصل ولا قرين، بدليل قول إن كنتم مؤمنين، فجعل الخوف من الباري جل وعلا شرطا في صحة الإيمان، جعل الخوف شرطا في صحة الإيمان إن كنتم مؤمنين، إن كنتم، إن علمنا فيما سبق أنها شرطية تقتضي ماذا؟ تعليق الجواب بالفعل، جواب الشرط بفعل الشرط، إن كنتم مؤمنين فخافوني، حذف الجواب لدليل ما سبق، حينئذ إن كنتم مؤمنين فخافوني، مفهوم المخالفة إن لم تكونوا مؤمنين فلا تخافوا، فمن لم يخف الله ليس بمؤمن، ليس بمؤمن. هذا تستفيد منه فائدة في باب الإيمان، أن ما نص عليه الباري جل وعلا بكونه شرطا هذا داخل قطعا في أعمال القلوب التي نعبر عنها هناك ماذا؟ أنها داخلة في مسمى الإيمان، فاعتقاد بالقلب اعتقاد منه قطعي ومنه ظني، وعمل القلب كذلك منه قطعي ومنه ظني، ما نص الباري جل وعلا عليه بكونه شرطا في صحة الإيمان فهو قطعي الدخول، لأنه قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، جعل التوكل ماذا؟ شرطا في صحة الإيمان لا يصح، فدل ذلك على أن دخوله قطعي، كذلك هنا قال وخافوني إن كنتم مؤمنين، فدل على أن الخوف منه جل وعلا قطعي الدخول في مسمى الإيمان، انتبه لهذه فائدة، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، إذن دل النص هنا على أن الخوف من الله تعالى عبادة، حينئذ نكون صرفها لغير الله تعالى شركا أكبر، فيكون الفاعل مشرك من شركا أكبر، لكن ليس كل خوف، وإنما المراد به الخوف الذي هو عبادة، يعني الذي يتذلل به العبد ويخاف، حينئذ يمتثل أمر المخوف منه ويجتنب نهيه، نقول إذا وصل إلى هذا الحد حينئذ نقول هذا لا يكون إلا لله تعالى، فيتذلل لله تعالى بالخوف والذعر منهم واضطراب القلب ويخشى ما فيه هلاك أو ضرر في الدنيا أو في الآخرة، إنما يكون بالباري جل وعلا، يعني متعلقا بالله جل وعلا، فإن خاف غير الله تعالى في جلب نفع أو دفع ضر حينئذ نقول قد وقع في الشرك الأكبر، سواء كان ذلك حيا أو ميتا، وإنما يستثنى أمران من أنواع الخوف، أولا الخوف الطبيعي الذي هو أمر فطري كالخوف من السبع والنار ونحو ذلك، هذا لا يكون قادحا في الإيمان، بل هو أمر فطري والأصل فيه الإباحة، لذلك قال الله تعالى عن موسى فأصبح في المدينة خائفا يترقب، قل هذا خوف طبيعي، خوف طبيعي، لكن بشرط ألا يكون سببا في ترك واجب أو فعل محرم، فإن كان كذلك فهو محرم، فهو محرم لا يصل إلى حد الشرك، إنما يكون محرما. النوع الثاني الذي يستثنى هو خوف ماذا؟ أولا قلنا الخوف الطبيعي، هذا مستثنى من الأصل، ويدخل فيه، نعم أنا دخلت فيه، الثاني أنه أن يكون الخوف سببا لترك واجب أو فعل محرم، إن كان كذلك حينئذ صار محرما ولا يصل لحد الشرك. إذن الخوف من الله تعالى واجب من واجبات الدين، وهو عبادة قلبية بل من أجل العبادات. ضابط الخوف الذي يكون من الله تعالى الذي هو خوف التعبد خوف العبادة أن يتذلل لله تعالى بالذعر والخوف منه، بماذا؟ بأن يكون هذا الخوف قد أثر فيه فامتثل أمره وارتنب نهيه، إن كانت هذه الصفة قد تحققت بغير الله تعالى حينئذ يكون ماذا؟ يكون شركا أكبر، وهذا ما يسمى به خوف السر عند أئمة الدعوة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن يخاف من غير الله تعالى من صاحب قبر أو غيره أن يصيبه بمكروه كمرض وفقر ونحو ذلك بجلب منفعة أو دفع مضرة، حينئذ نقول هذا قد وقع في عباد القبور المتأخرين، وحينئذ يكون من الشرك. قال ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا
ولا يشرك بعبادة ربه أحد، دليل الرجاء على أنه عبادة من العبادات. وقوله فمن كان يرجو أن يطمع في العمل مع العمل، يطمع في العمل لأن الرجاء طمع الإنسان في أمر قريب المنال وقد يكون في بعيد المنال. والرجاء أصله من حيث المعنى اللغوي الطمع، حينئذ يطمع لكن لا يكون رجاء محمودا إلا إذا قرن الطمع بالعمل، وأما إذا لم يقرنه بالعمل حينئذ يكون غرورا وتمني. يعني من يرجو لقاء ربه إما أن يعمل وإما أن لا يعمل، إن عمل صار الرجاء محمودا وإن لم يعمل فصار غرورا وتمنيا على الله تعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه يعني المعاينة، وهو لقاء خاص بالمؤمنين، لقاء الرضا والنعيم من الله عز وجل، ماذا سيصنع؟ فليعمل عملا صالحا. هذا فيه توجيه إلى أن الباري جل وعلا من رجي لقاءه فهو محمود، هذا وجه كون الرجاء هنا عبادة، ما جاء الأمر به في هذه الآية، وإنما جاء ماذا؟ جاء إقراره جل وعلا وجاء مدحه وثناؤه على هذا الراجي. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح ما كان خالصا صوابا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا فيه دليل عام ويدخل فيه الرجاء على جهة الخصوص. ولا هذه ناهية، يشرك هذا ملزوم به لا الناهية، وكذلك فيه مصدر حينئذ يعم الشرك الأكبر والأصغر، إن كان صرف العبادة لغير الله تعالى ليس فيه شرك أصغر البتة، وإنما فيه الشرك الأكبر فحسب، يعني الخوف ليس فيه شرك أصغر، خوف الذي هو خوف التعبد، وكذلك الرجاء ليس فيه شرك أصغر إنما شرك أكبر، وما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. ولا يشرك بعبادتي أي في عبادتي، الباء هنا بمعنى في، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، نكرة بسياق النهي وتعم، لا يجعل مع الله شريكا في عبادته فإنها لا تصلح إلا لله تعالى. إذن دليل الرجاء على أنه عبادة ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وجه الاستدلال أنه ذكره في سياق المدح، وما مدحه الله تعالى دل على أنه محبوب عنده لديه ومرضي عنده. كذلك الرجاء يقال فيه أنه قد يقع على جهة العادة وعلى جهة التعبد، فإن كان الرجاء قد وقع على جهة العبادة وهو الرجاء المتضمن للذل والخضوع، يعني أن يطمع في شيء لا يملكه إلا الله تعالى عز وجل، حينئذ يكون ذلك صرفه لغير الله تعالى شركا أكبر ولا يكون شركا أصغر البتة للآية السابقة. وأما إذا رجا شيئا مما يقدر عليه المخلوق غير الميت، مما يقدر عليه المخلوق ولم يجعله سببا يعتمد عليه، حينئذ نقول هذا مباح، فإن جعله سببا وقد اعتمد عليه حينئذ نكون داخلا في الشرك الأصغر، لأن الاعتماد على الأسباب نوع من الشرك الأصغر. إذن هذا ما يتعلق بالرجاء. قال ودليل التوكل يعني على أنه عبادة لله تعالى، قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله لا على غيره فتوكلوا، هذا أمر يقتضي الوجوب، فدل على أن التوكل عبادة بل من أجل العبادات، بل شرط صحة في الإيمان، لأنه قال إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله، من لم يتوكل على الله فليس بمؤمن، من انتفى عنده الإيمان فلن يتوكل على الله تعالى. إذن وعلى الله فتوكلوا أي اعتمدوا على الله وفوضوا أموركم إليه، فدل على أن التوكل من عبادات بل من أجلها، ولذا جعله شرط صحة للإيمان. وقال في بيان ثمرة التوكل وجزائه ومن يتوكل على الله فهو أي الله عز وجل حسبه أي كافيه، ومن كان الله كافيه فلا مطمع لأحد فيه، ومن كان الله كافيه فلا مطمع لأحد فيه. إذن التوكل عبادة من أجل العبادات، وهو في اللغة التفويض، وشرعا الاعتماد على الله لجلب خير أو دفع شر، وكذلك حينئذ إذا اعتمد على الله تعالى ووثق في ربه جل وعلا وأخذ بالأسباب المشروعة حينئذ نقول قد تحقق عنده التوكل الذي هو عبادة، صرفه لغير الله تعالى بأن يعتمد ويفوض أمره إلى حي أو ميت، حي مطلقا
ومي إلى ميت مطلقا وحي فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد وقع في الشرك الأكبر. على هذا التفصيل إذن التوكل هذا هو الاعتماد على الله جل وعلا لجلب خير أو دفع شر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: التوكل له أركان ثلاثة: الاعتماد على الله تعالى، الثقة بالله، الأخذ بالأسباب المشروعة. أخذ بالأسباب المشروعة لا يسمى توكلا شرعيا إلا إذا أخذ بالأسباب المشروعة يعني غير الممنوعة، لأن السبب قد يكون شرعيا وقد يكون قدريا، وكل منهما قد يكون الثاني، قد يكون مأذونا فيه وقد لا يكون مأذونا فيه. فما أباحه الشارع فهو مأذون فيه قطعا، وما كان قدرا فقد يكون مأذونا فيه وقد لا يكون مأذونا فيه. إذن الأخذ بالأسباب داخل في مفهوم التوكل، فإن اعتمد وفوض أمره دون أخذ بالأسباب فهذا تواكل وليس بتوكل، ليس بتوكل. إذن الاعتماد على الله تعالى إنما يكون به في جلب المنافع ودفع المضار. إذا توكل على ميت أو حي فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا ما يسميه بعض أهل العلم بتوكل السر، حينئذ يكون صرفه لغير الله تعالى شركا أكبر. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. جمع بين هذه العبادات الثلاث لأنها متقاربة المعنى، الرغبة والرهبة والخشوع. الرغبة قيل هذا رجاء خاص، رجاء خاص، والرهبة خوف خاص يعني أخص، هي خوف وزيادة، والرغبة رجاء وزيادة، والخشوع مقابل لها. والرهبة كذلك نوع من الخوف، نوع من الخوف. الرغبة قال في المصباح المنير هي السعة، يقال رغب الشيء إذا اتسع. فالرغبة في الدعاء إطالته وكثرته والسعة فيه، ويسمى الدعاء رغبة، والإطالة في العبادة تسمى عبادة رغبة. إذن الرغبة هي رجاء لكن فيه سعة وفيه إطالة وفيه استمرار، يعني يسمى راغبا، رجاء أولا ثم استمر به الرجاء واتسع لذلك المعنى فصار رغبة. حينئذ الرجاء أعم من الرغبة والرغبة أخص من الرجاء. كذلك الرهبة قيل الخوف الطويل الخوف الشديد، إذن هو أخص من مطلق الخوف، مطلق الخوف. وقيل الرهبة هو الخوف المقرون بعمل مقابلا للخشية، وهي الخوف التي تكون نتيجة عن العلم. والخشوع هو الذل والتضامن بمعنى الخضوع. قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، إنهم هذا فيه ثناء على الأنبياء، إنهم ضمير يعود للأنبياء، كانوا يسارعون في الخيرات هذا مدح، ومن ذلك من تلك المسارعة في الخيرات يدعوننا رغبا يعني في رحمتنا، الراغبين يدعوننا رغبا هذا حال في رحمتنا، ورهبا من عقوبتنا، وكانوا لنا لا لغيرنا خاشعين أي خاضعين متذللين. هنا قدم الجار المجرور الدلالة على الحصر، دلالة على الحصر. إذن هذه الأنواع الثلاثة كلها عبادات، كلها عبادات. وإذا عرفنا الخوف عرفنا الرهبة، وإذا عرفنا الرجاء عرفنا الرغبة. فالممنوع هنا ممنوع هناك، والممنوع هناك ممنوع هنا، وكذلك الخشوع. إذن أثنى الله تعالى على من اتصف بهذه الصفات ودل على أنها عبادات، وصرفه لغير الله تعالى يكون شركا أكبر. ودليل الخشية على أنها عبادة من العبادات قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخشوهم هذا نهي المسلمين من خشية الكفار. ثم قال: واخشوني، أمر بخشيته وحده لا شريك له. والخشية فعله من خشيه، خافه واتقاه. قيل الخشية خوف يشوبه تعظيم، وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه، ولذلك خص العلماء بها بقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والقول في التفصيل في الخشية كالتفصيل في الخوف، إذ هي فرع عنها. إذن واخشوني هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فدل على أنها عبادة. وإذا كانت عبادة حينئذ صرفها لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر. ودليل الإنابة على أن عبادة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة هي توبة وزيادة، توبة وزيادة، لأنه أناب إليه
أي رجع إليه، فالإنابة توبة مع رجوع، توبة مع رجوع إلى حال أحسن، هي توبة وزيادة، يعني فيها تحققت شروط التوبة ثم استمر على ذلك، صار ماذا؟ صار منيبا. فالإنابة أخص من التوبة، لأنه قد يتوب ويرجع ولا يستمر، فإذا تاب واستمر، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذا معنى ماذا؟ معنى الإنابة، حينئذ نكون ماذا؟ منيبا. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أنيبوا هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فدل على أن الإنابة عبادة، أي ارجعوا إليه بالطاعة. أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي أخلصوا له التوحيد. المراد بالإسلام هنا الإسلام الشرعي وليس الكوني، إنما المراد به الشرعي. قال شعيب: عليه توكلت وإليه أنيب، أي لا إلى غيره. إذن الإنابة عبادة، إنابة عبادة، المراد بها هنا الإنابة لألوهيته جل وعلا. لذلك قسم ابن القيم الإنابة إلى نوعين: الإنابة لربوبيته جل وعلا، وهذه إنابة كل المخلوقات، كل المخلوقات يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. قال تعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، هذا عام حق كل داع كان مؤمنا أو كافرا. وإنابة لإلهيته، وهي إنابة عبودية ومحبة. قال رحمه الله تعالى: وهذه تتضمن أربعة أمور: محبته والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه، عما سواه. والدليل على أن ثم فرق بين التوبة والإنابة قوله تعالى: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، والواو تقتضي المغايرة، كذلك فاستغفر قال وأناب، والواو تقتضي المغايرة. إذن الإنابة المراد بها الإنابة لألوهيته جل وعلا دون الإنابة لربوبيته. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. دليل الاستعانة يعني دليل أنها عبادة، يعني نحن نريد أن نثبت أنها عبادة أولا، ثم بعد ذلك إذا صرفت لغير الله تعالى فهي شرك أكبر. دليل الاستعانة، الاستعانة السين هنا للطلب، سين للطلب هو طالب العون، وتجمع أصلين: الثقة بالله والاعتماد عليه، ثقة بالله والاعتماد عليه. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، هذا جاء في سورة الفاتحة، ودل ذلك على أنه عبادة لله تعالى، لأن قوله إياك نعبد هذا عبادة عامة، وإياك نستعين من عطف الخاص، من عطف الخاص على العام، لأن العبادة لابد لها من عون، لابد أن يستعين العبد ربه في كونه يتلبس بالعبادة، أما إذا رجع إلى حوله وقوته حينئذ هيهات هيهات أن يتعبد لله تعالى. إذن إياك نعبد، نعبدك، إياك هذا مفعول به ضمير منفصل في محل نصب، نعبد هذا عام في جميع العبادات، وإياك نستعين هذا فيه تبرؤ من الشرك، تبرؤ من الحول والقوة. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله، إذا استعنت يعني إذا كنت متوجها بالاستعانة، حينئذ استعن بمن؟ بالله جل وعلا. قوله فاستعن هذا أمر جاء في جواب الشرط، فدل على أنه واجب، لما لم يكن قولنا استعين فيه أمر في الآية جاء بالحديث فدل على أنه من الواجبات. إذن يجب الاستعانة بالله، والاستعانة بالله المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه مع الثقة به والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه. بهذا المعنى إذا استعان بغير الله تعالى متحققا هذه المعاني فقد وقع في الشرك الأكبر، فلا طلب عون بجلب نفع أو دفع ضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، إلا من الله تعالى. أما الميت فيمنع مطلقا دون تفصيل، دائما الميت قبور هذه لا يفصل فيها فيما يقدر وما لا يقدر، وأما الاستعانة عندما يأتي التفصيل في الحي الحاضر، وأما الغائب فحكمه حكم الميت. واضح هذا؟ لا، كقاعدة عامة نكرر في كل موضع: الميت مطلقا يمنع، لا رجاء ولا خوف ولا استعانة ولا استغاثة مطلقا دون تفصيل، يقدر أو لا يقدر فهو شرك أكبر. الحي فيه تفصيل، إن كان غائبا
حينئذ هو كالميت سواء كان يقدر أو لا يقدر. ولو كان ماذا؟ لو استعان بزيد في سقايته كأس ماء، هذا لو كان حاضرا سقاه، لو كان غائبا حينئذ نقول هذا قد ادعى فيه سرا. ويأتي الشرك من جهتين، من جهة الربوبية ومن جهة الأسماء والصفات، لأنه إذا ناداه حينئذ قد ادعى له أن له سمعا يسمع به ما بعد عنه، هذا ثابت لله جل وعلا لا للمخلوق. حينئذ التفصيل يكون في ماذا؟ في الحي الحاضر، إن كان يقدر جاز وإلا فالمنع، ثم إن كان يقدر فهو سبب فلا يعتمد عليه بناء على القاعدة العامة، ليست بهذا الباب، بناء على القاعدة العامة هي الأسباب لا يعتمد عليها وإنما تتخذ فقط، والمؤثر هو الله تعالى، وإن كان لها تأثير أشكال فيه عند أهل السنة والجماعة، لكن لا يعتمد على الأسباب. فالأخذ بالأسباب توحيد، وترك الأسباب هذا طعن فيه التوحيد، والاعتماد عليها شرك، اعتماد عليها شرك. إذن هذه النوع أو هذا النوع من الاستعانة نقول هو الذي يمنع، وأما الاستعانة بالحي الحاضر القادر هذا لا إشكال فيه فهو جائز. ودليل الاستعاذة، استعاذة على أنها عبادة، وهي طلب العوذ مما فيه شر، استعاذة من العوذ والاعتصام والالتجاء إلى من تعتقد أنه يعيذك ويلجئك. قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، قل هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر لأمته، أمر للنبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر لأمته، قل ماذا؟ أعوذ، هذا طلب العوذ بالقول واللسان، لكن عمل محل الاستعاذة القلب، أي ألتجئ وأعتصم وألوذ برب الفلق، فلق هو الصبح يعني بفارق الإصباح. وقال تعالى قل أعوذ برب الناس يعني بخالق الناس، رب الناس ملك الناس إله الناس، اجتمعا حينئذ الرب هنا بمعنى ها الخالق المالك المدبر، لأنه قال إله الناس. إذن الاستعاذة واجبة أمر بها الباري جل وعلا، فدل على أن الذي يستعان به هو الباري جل وعلا، وهذه الاستعانة هي المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شيء وكل شر، هذه لا تكون إلا لله تعالى. ثم الاستعانة بغير الله تعالى إن كان ميتا فالمنع مطلقا، وتكون شركا أكبر مطلقا دون تفصيل. وأما الحي فكما قلنا فيما سبق الحكم واحد. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إذ تستغيثون إذ يعني حين، إذ هنا ظرف بمعنى حين، تستغيثون أي تستجيرون ربكم وتطلبون منه الغوث، عند السين هنا للطلب، فاستجاب لكم، لو كان محرما لما استجاب لهم، لما استجاب. فدل ذلك على أن الاستغاثة هنا ممدوحة ومرضية ومحبوبة عند الباري، فدل على أنها عبادة. إذن الاستغاثة طلب الغوث وهو الإنقاذ من الضيق والشدة، والتفصيل فيها كالتفصيل السابق، استغاثة بالأموات مطلقا شرك أكبر، وبالحي الغائب شرك مطلقا، وبالحي الحاضر فيما يقدر عليه جائزة، ومع ذلك المنع والجواز لا يلزم منه أن يعتمد على كونه سببا، بل يأخذه يعتمد عليه اعتمادا كليا، يقول هذا شرك أصغر. قال ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، الآية دليل الذبح على أنه عبادة. الذبح في اللغة هو الشق، وأما في الصلاح الشرعي فالمراد به إراقة الدماء على وجه التقرب والتعظيم، يعني ذبح الأنعام ونحوها على وجه التقرب والتعظيم، هذا لا يكون إلا لله تعالى، لا يذبح تقربا إلى شخص البتة، لأن هذا هو معنى الذبح عبادة. متى يكون الذبح عبادة؟ إذا نوى به التقرب إلى المذبوح إليه وتعظيمه، هذا خاص بالباري جل وعلا، حينئذ الذبح لكبار الناس السلاطين ونحوهم تقربا إليهم يعتبر شركا أكبر، والذبح عند القبور للمقبور يعتبر شركا أكبر، وهكذا. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي، هذا مفرد مضاف فيعم، ونسكي هذا فيه تفسيران، أي عبادتي، ولذلك يقال صاحب نسك أو متنسك
منه المسك والحج أي عبادة الحج. والمعنى الثاني بمعنى الذبيحة، وكلاهما متداخلان. إذا قيل عبادتي دخل فيه ماذا؟ الذبح. ولذلك أورد المصنف دليلا آخر من السنة، وإذا قيل بأن المراد به الذبيحة حينئذ صار دليلا خاصا ولا إشكال فيه. ومحياي أي أمر حياتي كلها، ومماتي أي أمر موتي كله، ومما ألقاه بعده لله استحقاقا وملكا رب العالمين لا شريك له في ذلك كله، لا الصلاة ولا النسك بمعنى التعبد. فإذا كان نسكي بمعنى عبادتي فيكون من عطف العام على الخاص، وإذا كان نسكي بمعنى الذبيحة فحينئذ العطف هنا من عطف المغاير على مغايره، ولا إشكال فيه، لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. قال: ومن السنة ما أخرجه مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وهذا يقتضي ماذا؟ تحريم الفعل. إذا لعن الله تعالى شيئا دل على ماذا؟ على أنه محرم. هنا لعن الله ماذا؟ من ذبح، من عن الفاعل نفسه، هذا الأصل فيه. من ذبح يعني الذابح، الذابح عرفنا أن من الموصولة أو الموصول مع صلته بقوة المشتق، إذن الذابح، فلعنه الله تعالى. من ذبح لغير الله، إذن دل على ماذا؟ على أن الذبح لغير الله محرم، وإن لم يرد النص على أنه ماذا؟ شرك، إنما هو محرم. حينئذ ثبت أنه عبادة، والقاعدة العامة السابقة فلا تدعو مع الله أحدا، فصرفه لغير الله تعالى يكون ماذا؟ يكون شركا. لكن يستثنى الذبح إذا كان لإكرام الضيف فلا إشكال فيه. كذلك الذبح إذا ذبح وأراد أن يأكل في بيته هذا لا يعتبر شركا أكبر، إنما إذا قصد بإراقة الدم التقرب إلى الشخص بقى. إلى شخص ما. قال: ودليل النذر ودليل النذر على أنه عبادة من العبادات لا يجوز صرفه لغير الله تعالى قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر هذا مدح، مدح من؟ الموفين بالنذر، فدل على أنه عبادة، إذن صرفه لغير الله تعالى شرك أكبر. يوفون بالنذر، هنا النذر فيه به قولان، قيل المراد به بالنذر هنا العبادات، سائر العبادات، كل عبادة تسمى نذرا، هذا يميل إلى الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أن المراد به هنا النذر الذي هو العبادات المفروضة عموما، مفروضة عموما. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم أي أعمال حجهم، وسميت نذورا لأن من أحرم بالحج فقد ألزم نفسه إتمامه. وقد يراد به النذر الخاص الذي يعتني به الفقهاء في كتب الفقه، وهو إلزام الإنسان ما لم يلزم به بأصل الشرع. إلزام الإنسان إذا ألزم نفسه الله علي كذا وكذا، حينئذ هذا النذر قد يقع ابتداء، يعني لا في مقابلة شيء، هذا يسمى نذرا مطلقا، وقد يقع مقيدا، هذا يسمى ماذا؟ نذرا مقيدا، وهذا الذي جاء فيه النهي، والصواب أنه محرم، لا يستخرج إلا من البخيل، لأنه جعله مقايضة، يا رب إن فعلت فعلت لك وإلا لا. كذلك إن شفيت مريضي صمت شهرا، ما شفيتهم لن أصوم لك، هذا المعنى، هذا مقايضة، افعل لي وافعل لك وإلا فلا، هذا محرم. لكن إذا حصل وجب الوفاء به كالنذر المطلق الذي هو لا يكون في مقابلة الشيء، والوفاء بالنوعين واجب. حينئذ يكون ماذا؟ إذا كان النذر بالمعنى العام واضح أنه لا ينذر إلا لله تعالى، والنذر المكروه أو المحرم هذا يكون من جهة العقد، هذا مكروه أو محرم، الجمهور على الكراهة والصواب التحريم، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. حينئذ الوفاء به يكون عبادة فلا يصرف لغير الله تعالى. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يعني منتشرا عاما بين الناس. إذن مراد المصنف هنا ليس البحث فيما يتعلق بمفردات هذه العبادات، وإنما أراد أن يوجه الطالب إلى أنواع العبادات التي يقال فيها بقاعدتين: أن العبادة لا تثبت عبادة إلا بدليل خاص، لا تثبت عبادة إلا بدليل خاص على الوجه الذي ذكرناه، ثم إذا ثبتت عنا
إذا ثبت كونه عبادة جئنا بالقاعدة العامة أن صرف هذه العبادة لغير الله تعالى شرك أكبر، وفاعلها يعتبر مشركا كافرا، جمع بين الوصفين. إذن هذا الذي يعنيه المصنف بهذه الآيات الدالة على إثبات هذه العبادات، وعرفنا وجه كونها عبادة إما بالأمر وإما بالثناء وإما بالمدح على الشخص أو على الوصف نفسه بالفعل والقول. ثم إذا ثبت كونه عبادة حينئذ إذا صرفها لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر. وبهذا قد انتهى رحمه الله تعالى مما يتعلق بالأصل الأول ومعرفة العبد ربه، ثم يأتي إن شاء الله تعالى الأصل الثاني وهو معرفة الدين الإسلام بالأدلة، لكن نبدأ غدا إن شاء الله تعالى العقيدة بعد المغرب. ها بعد المغرب نبدأ العقيدة، لأن الأصل الثاني الإسلام والإيمان والإحسان. جزاكم الله خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.